دلوقتي خلينا نتابع اخبار النادي الاهلي زي ما احنا متعودين. مراسلتنا سالا حامد موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا بونجور، صباح النصر علينا جميعا، وتفضلي سامعينك. صباح الخير يا نهاوند، وصباح النصر طبعا عليكي وعلى كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي في بدايه الاسبوع. يمكن ابتدي الاسبوع ده يا نهاوند زي ما انت قلتي يعني بفرحه وبنصر مهم وعظيم لنادينا النادي الاهلي على نادي الزمالك امبارح طبعا بثلاث اهداف مقابل لا شيء في مباراه القمه ال 125 في الجوله ال 14 من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. يعني خليني ابارك لكل جمهور النادي الاهلي، الف مبروك طبعا، مباراة مهمة، ثلاث نقاط يعني مهمين كمان للنادي الأهلي في مشواره في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. يمكن كانت فرحة كبيرة جدا يا نهاوند، وكانت فرحة يعني حلوة امبارح يعني موجودة في كل فروع النادي الأهلي، سواء فرع مقر النادي الأهلي بالجزيرة أو فرع مدينة نصر أو الشيخ زايد. يعني كنت أنا متواجدة امبارح في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وكانت فرحة كبيرة جدا متواجدة ما بين أعضاء النادي الأهلي من الصغير للكبير، سيدات ورجال. يعني الكل كان فرحان طبعا بعد فوز النادي الأهلي على نادي الزمالك يعني في مباراة أمس. يمكن امبارح كمان كابتن السيد عبد الحفيظ قال انه يعني كان الرد في الملعب، كان الرد على كل الاحاديث والتصريحات اللي كانت متواجده خلال الفتره الماضيه. من النهارده الفريق يعني هيغلق صفحه مباراه نادي الزمالك، والنهارده ان شاء الله يعني هيواصل التدريبات بشكل طبيعي. من النهارده الفريق يعني هيتمرن او هيتجمع الاول الساعه 12 الظهر، وهيتمرن الساعه 1 على ملعب مختار التتش استعدادا للمباراه والتحدي المقبل ان شاء الله، المباراه القادمه في بطوله الدوري مباراه البنك الاهلي، ولا تقام ان شاء الله يوم الثلاث في تمام الساعه 7 مساء على ملعب استاد القاهره، ودي هتكون الجوله ال 15 من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. ده بالنسبه طبعا للفريق الاول لكره القدم، وبارك تاني لكل جمهور النادي الاهلي. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى. والفريق الاول لكره السله تحت قياده مستر اجاستي ابوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي، ويمكن يعني شفنا من يومين النادي الاهلي ختم يعني المرحلة الأولى من بطولة الدوري السوبر لكرة السلة، وكانت المباراة أو الجولة الختامية كانت مع نادي الاتحاد السكندري، وفاز فيها النادي الأهلي على نادي الاتحاد السكندري في المباراة اللي أقيمت هنا داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يمكن ما فيش وقت، الفريق بيواصل التدريبات بشكل طبيعي، النهاردة عندهم تدريب الساعة 2، وبكرة هتكون أول المباريات في مرحلة دور الإياب. يمكن طبعا كل المباريات اللي فاتت كانت في دور الذهاب، المرة دي وبكرة إن شاء الله أول مباراة في دور الإياب. بكرة هتكون مع المباراة مع نادي طلائع الجيش، وتقام في تمام الساعة 6 مساء على صالة نادي طلائع الجيش. كمان سيدات كرة السلة امبارح فازوا على نادي سبورتينج في مباراة مهمة، وكانت برضو الجولة الختامية من المرحلة الأولى ودور الذهاب من بطولة الدوري السوبر لكرة السلة سيدات، فازوا فيها النادي الاهلي وسيدات كره السله بنتيجه 81-79. ويمكن من بعد المباراه دي قرر الكابتن طارق خيري ان هو يريح جميع لاعبات النادي الاهلي لمده اسبوع من النهارده لحد يعني يوم الجمعه، وبعد كده سيدات كره السله هيرجعوا لتدريبات بشكل يعني تدريجي. ويمكن يعني المباريات كلها تكون متوقفه الفتره القادمه يا نهاوند يا كريم بسبب مشاركه بعض اللاعبات مع منتخبنا الوطني في تصفيات بطوله الافرو باسكت او بطوله افريقيا لكره السله سيدات. ان شاء الله يعني هيستكملوا مباريات الدوري وفي جميع البطولات المحليه من بعد شهر من دلوقتي ان شاء الله، على شهر 3 الجاي شهر مارس هيستكملوا كل المباريات في بطوله الدوري. كمان النهارده ان شاء الله الماسترز او رجال كره الطايره عندهم مباراه مهمه في بطوله الدوري امام نادي الاتحاد السكندري، ولا تقام في تمام الساعه 4 عصرا، ودي هتكون على استاد القاهره صاله 2. كمان سيدات كره الطايره النهارده هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي الساعه 7 عشان يعني الفتره اللي جايه هيبداوا المنافسات في بطوله كاس مصر ودور ال 16 مع نادي اصحاب اللاجئات، وده هيكون يوم 6 من شهر فبراير القادم، والمباراه دي هتقام في مدينه الاسكندريه على صاله نادي أصحاب الجياد. كمان النهارده سيدات كرة اليد هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات، وبكره هيرجعوا للتدريبات الجماعية عشان يوم الثلاثاء عندهم مباراة مهمة، ودي هتكون ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة، وهتكون مع نادي البنك الاهلي، وهتقام هنا ان شاء الله على صاله امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. يمكن دي انا هوند وكريم كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. تاني ببارك لكم من يعني بمناسبه طبعا فوز النادي الاهلي امبارح على نادي الزمالك، الف مبروك، وببارك لكل جمهور النادي الاهلي، بشكركم جدا. والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليك يا هوند طبعا، اتفضلي. مبروك علينا كلنا يا سلا، مبروك على عيله الاهلي، على الجماهير، على مجلس الاداره، على اللعيبه، على المذيعين، على الباك ستيج، على كل الناس اللي بتحب النادي الاهلي وبتنتمي للنادي الاهلي.